حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل ديننا الحنيف الذي ارتضاه الله لنا. ففي كل يوم هناك دراسة تكشف عن أسرار غض البصر الذي أمرنا الله تعالى به. الدراسة الأمريكية الجديدة تقول إن الإدمان على مشاهدة الصور الجنسية والأفلام الإباحية يؤدي إلى خلل في نظام عمل الدماغ، مما يفقد الزوج إحساسه بالاستقرار في بيته ويفقده الشعور بالسعادة مع زوجته، وبالتالي تبدأ المشاكل الزوجية بالظهور. وتتحدث أخصائية العلاج السلوكي أندريا كوزاوسكي حول أسباب هذه الظاهرة حسب مجلة التايم، فتقول بعد ممارسة الجنس يفرز الدماغ مركب دوبامين المسؤول عن الشعور بالسرور والحب، ولذلك تزداد متانة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. ولكن عندما يشاهد الرجل أفلام البورنو بكثرة فإن دماغه يعتاد على إفراز هذه المادة، يفرزها دون وجود شريك حقيقي، وبالتالي تنحرف نقطة التوجيه في الدماغ من الشريك الحقيقي إلى الشريك الوهمي، ويبدأ التعود على اللذة التي تأتي من هذه الأفلام. وقد رصد الباحثون آلاف الحالات التي انتهت بالطلاق بسبب الإدمان على مشاهدة هذه الأفلام. دراسات أخرى أيها الأحبة تؤكد أن هناك آلاف الأسر تعيش حياة تعيسة بسبب انحراف الزوج عن الفطرة وإدمانه على مشاهدة أفلام الجنس. يقول الباحثون أيضا إن الشباب الذين يكبرون في هذا الجو من الجنس الخيالي تنشأ لديهم مشاكل على المستوى العصبي والعقلي تجعلهم ينفصلون بشكل كامل عن زوجاتهم روحيا وجسديا. شيء غريب أيها الأحبة أن الإنسان عندما يشاهد مناظر مثيرة يبدأ هذا الدماغ طبيعيا بالاستعداد لعمليات الجماع الطبيعية، ولكن تنتهي بلا شيء في كل مرة، تنتهي بمجرد النظر فقط. هذا يسبب أضرار بالغة لأجهزة الجسد وبخاصة القلب والجهاز العصبي. وطبعا العلماء يقولون إن دماغ الإنسان مبرمج طبيعيا ليوجه العملية الجنسية من أجل الزواج والإنجاب والتكاثر. كلما انحرف الإنسان عن هذه الغاية كثرت الأمراض النفسية والجسدية. طبعا هناك الكثير من دعاة التحرر ودعاة العلمانية اعترضوا على هذه التعاليم واعتبروها تقييدا للحريات، ولكن أيها الأحبة الأبحاث العلمية أثبتت نظرتهم الضيقة للأمور، وأن الإسلام جاء ليحقق المصلحة العامة والمنفعة الخاصة والسعادة لكل إنسان. فالله تبارك وتعالى أعلم بخلقه، أعلم بهم من أنفسهم، وأعلم بما يحقق لهم الفائدة والسعادة. لذلك لا يمكن أن يفرض عليهم أمرا إلا ويكون فيه الخير، ولا ينهاهم عن أمر إلا ويكون فيه الشر والضرر. لذلك الله تعالى أخبرنا من خلال حبيبه عليه الصلاة والسلام قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أيها الأحبة، لماذا هنا استخدم البارئ عز وجل كلمة قل، يعني قل يا محمد، يعني ذكرنا بهذا النبي في هذا الموقف؟ لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن لا يتحقق إيمانه بشكل كامل إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. فأنت في هذا الموقف عندما تسمع وتتذكر كلما رأيت مشهدا
أو شيء حرمه الله أو امرأة متبرجة، تذكر هذه الآية فقط، احفظها كما تحفظ اسمك. تذكر، قل للمؤمنين، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك بهذه الآية. تذكر أن النبي يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فبقدر محبتك لهذا النبي واشتياقك له سوف يعني تبدأ بكره النظر إلى ما حرم الله، يصبح هذا النظر مكروها، يصبح جزءا من هواياتك وفطرتك ألا تنظر إلى ما حرم الله. لذلك أيها الأحبة، عندما يغض المؤمن بصره فإن ذلك يجعله زكي النفس، مطمئن القلب، مستقرا في حياته، سعيدا في علاقاته. لذلك أيها الأحبة، أنا أوجه سؤال لدعاة التحرر والعلمانية والإلحاد وما يسمى بالتنوير بشكل عام، أقول لهم أحبتي، أليس الإسلام دينا رائعا جاء ليضمن لنا الحياة الطيبة؟ أليس الإسلام في هذه التعاليم حريص على كل إنسان أن يكون نقيا طاهرا زكيا النفس خاليا من الأمراض، يبعد عنك شر هذه الأمراض وشر النتائج السلبية التي جاءت بها، مثل هذه المشاهد الإباحية التي وردتنا من الخارج؟ لذلك أيها الأحبة، والله يعني نقول، هل تستجيب أخي الحبيب لنداء الحق تبارك وتعالى وتغض البصر عما حرم الله، فتكسب بذلك سعادتي الدنيا والآخرة؟ الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم أحينا هذه الحياة الطيبة وتقبل منا هذا العلم وانفع به من تشاء من عبادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.